السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، طلاب الأونلاين وطلاب السنترز الطعمين. كل شهر وانتوا طيبين. عندنا امتحان الشهر النهاردة الثالث، تفائلوا خيرا تجدوه. و practice test 3 2023 تالتة ثانوي، ربنا يكرمنا يا رب. امتحان الشهر يا جماعة هو وقفة مع النفس علشان حضرتك تبدأ تفهم انت ماشي ازاي، وماشي صح فكيب ات اب، ولا ماشي غلط يو هاف تو ميك تشينجز ان يور ستادي هابتس. صح، زي ما قلنا في يونت 6 محتاج انك تعمل تغيير في عادات المذاكره بتاعتك، وتعرف ان انت مقصر في حق نفسك، ومحتاج انك تظبط علشان تلاقي نتيجه حلوه باذن الله تعالى. وكلنا هنلاقي نتيجه حلوه، لان كلنا تعبانين وهنفضل نتعب لغايه ما نخش الامتحان باذن الله تعالى. امتحان الشهر ده انا شايف انه كان فيه كلمات كتير، بالذات من النوفل طبعا اللي هي تشابتر 1 و 2 و 3 و 4. يلا نبدا عشان ما نضيعش وقت كتير ونشتغل مع بعض كده، واللي عنده اي مشكله هيشوفها. نمبر 1، person who makes and repairs the things made of iron. طبعا اللي بيعمل الحاجات من الحديد في القصه هو البلاك سميث اللي هو جو، صديق بيب وجوز مسز جو اخت بيب، بلاك سميث حداد. The police are looking for a criminal who the crime اسمها commit a crime، وانت حافظها المفروض، ولو مش حافظ يبقى انت مهرج. commit a crime، طب ما تيجي نقول made؟ لا ما ينفعش، ممكن اقول did، ما تتحطش مع committed، يبقى committed the terrible crime او did the terrible crime. once I got my breath back، بمجرد ما استرديت نفسي يبقى started breathing normally again. طيب، the robber grabbed the lady's handbag. grabbed يعني نتشها، انتش واجري the lady's handbag and set off. set off يعني يبدأ رحلة او يجري بسرعة، يبدأ الجري. set off يبدأ quickly so he could escape، علشان يقدر يهرب. وكل ده من النوفل. sir a lady in a black gown، واحدة لابسة بلاك جاون with veil حجاب طرحة is waiting for you outside. القصة عندنا مس هافيشم كانت لابسة وايت veil طرحة بيضة. تعال بقى قول vein بلا جدوى، veil لا يمكن، veil لا يمكن، لا يمكن يا جدعان بقى. يعني انت شايف ولا مش شايف؟ My neighbor's children cause a lot of noise which makes me unhappy و cross. cross يعني غضبان، زي grumpy، زي grumpy. طيب، you must the bottle shake the bottle before taking this medicine. اي دواء تلاقيه مكتوب عليه بنسبة كبيرة قوي، shake this bottle before use. I am grateful to my friends for their encouragement. انا شاكر، ممنون. I will never forget the day my daughter put on her wedding dress and it became عمري ما انسى اليوم اللي بنتي لبست فيه فستان فرحها واصبحت bride، عروسة. Mrs. Havisham was a bride، كانت عروسة والحياة متوقفة عندها، لكن bride groom ده العريس، وgroom برضو العريس، تكتب كده او كده. It's implied to telephone others at، قلة أدب إنك تتصل بحد في أوقات غير مناسبة. inconvenient مش convenient يعني ملائم أو مناسب، inconvenient يعني غير ملائم أو غير مناسب. يبقى telephone others at inconvenient times، أنا بوصف التايمز بإنها أوقات غير مناسبة. it had been a space successful year I had the opportunity to achieve all my dreams. الحمد لله كان عندي الفرصة ان انا احقق كل احلامي، فكانت سنة ناجحة بشكل مذهل من امتحانات الحصة. وانا لما حلتها معاكم في الواجب حلتها غلط، وبعد كده حلتها لك صح. انهي جملة؟ البيرثداي كيك، البيرثداي بيج بيرثداي كيك، بيج بيرثداي كيك. كملها بقى spectacularly big birthday cake، تورتة كبيرة بشكل مذهل. سنة ناجحة بشكل مذهل،
جبنا حال يصف الصفة بالاسم اللي انت شايفه. قصة يعني جملة عليها قصة كبيرة ما ينفعش تتحل غلط خالص. The space system consists of the sun والplanets. أكيد solar system طبعا يعني. أكيد solar system النظام الشمسي. طيب there are extinct volcanoes, impact craters. في براكين خامدة وimpact craters الفوهات ولافا flows on the moon the surface. On the moon the surface. Surface اللي هو ايه؟ سطح القمر. In the past, lot of people thought that the sun was a planet, كوكب. The space is no longer mysterious. Universe, الكون. الكون is no longer mysterious. لم يعد غامضا. Thanks to, بفضل. Scientists who have clarified the world. وضحوا لنا العالم. فطبعا the universe. Space is a vehicle or machine that is intended to travel through space. انت شايف المفاتيح بتاعت الحل اللي انا عاملها بالاحمر؟ اكيد سبيس كرافت. اكيد سبيس كرافت. يعني عايز تختار قطر مثلا، عايز تختار اتوبيس مثلا، يعني مش عارف والله اقول لك ايه. Since the landing of Apollo 11 in 1969, 12 astronauts have walked on the moon. اللي بيطلع للقمر ويسافر على سطح القمر ويمشي ده الاسترونوت. لكن الاسترونومرز دول علماء الفلك اللي بيدرسوا الكواكب. Which of the following means in general. ناس كتيرة قوي غلطانة في الحتة دي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في جدول عندنا في يونت 4 او في يونت 5 يا ربي، يا 4 يا 5، موجود فيه on the whole و on balance و on the one hand و on the other hand. صح ولا غلط؟ وقايل لك الجدول ده حفظ. انا قايل لك الجدول ده حفظ. on the whole بتساوي in general. ده معناها، ده معناها والله العظيم ده معناها. افتح كده وبص هتلاقيه معناها. طب ما هقول لك حاجه، هقول لك حاجه عم. احنا قاعدين مع بعض ورانا حاجه، ورناش حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل كده وهنبدأ نجيب يونت 3 ويونت 4 هنا وانت مع بعض. هجيب لك يونت 3 ويونت 4 اهو. ماشي يا سيدي؟ ماشي يا مستر. تعال نشوف كده مع بعض. هنلاقي في اليونت ده جدول في آخره الحاجات اللي أنا بقول لك عليها دي موجودة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سبحان الله يا أخي، يا سبحان الله، يا سبحان الله. On one hand. حلو. On the other hand. On the whole. On the whole يعني take everything into account. تمام. طب on balance قايل لك انا when all factors are taken into consideration. وقايل لك ده حفظ. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. قول لي ما حصلش. لو انت جدع قول لي انه ما حصلش. طيب هتيجي هنا كده في حتة on the whole. On the whole في الواجب، في الواجب واحنا بنشرح كده مع بعض. بص كده كابتن، بص يا كابتن، الجملة رقم 8 on the whole معناها واجب. جملة في الواجب محلولة عندنا في الواجب. والله العظيم ثلاثة. الناس اللي بتقول لي مش عارف ايه، عشان خاطري خليك جدع وعايزك تبقى داخل الامتحان مذاكر شايف كل جزئية احنا حليناها مع بعض. My father likes classical music. I on the other hand من نفس الجدول like jazz. I invited 300 people to my sister's wedding. أنا عازم 300 بني آدم، فأكيد الحفلة كانت on a large scale. On a large scale يعني يا مستر on a large scale يعني على نطاق واسع. On a large scale. اسمع يا مستر on a large scale. On a large scale أو on a big scale أهي على نطاق. بص involving many people or things. الحمد لله عمري ما هجيب حاجة
مش هتبقى متقالة، عمري ما هجيب لك حاجة مش متقالة. طيب دي جملة حلوة قوي. When Mazen's father died, Mazen a lot of money as inheritance. Inheritance ده اللي هو الميراث. طيب كل الناس شافت ماني قالت لك earned money. حلو، هي earned money فعلا، بس earned money يكسب فلوس من عرق جبينه، بيتعب وبيكسب فلوس، دي earned money. فهو ما كسبش فلوس هنا من عرق جبينه، هي جاي له الفلوس على الجاهز، فبقت اكتساب للفلوس gain a lot of money. مش كل ما يقابلك كلمة جرامر تروح تطبق عليها قاعدة إلا إذا توفرت أركان القاعدة. يا دي جرامر يا مستر، لا هي كلمات بس المعنى ما توفرش. It was a gloomy room، عكس gloomy أوضة كئيبة، عكسها pleasant طبعا، عكسها pleasant سارة ممتعة. The young child is serving، serving as a carpenter، عيل صغير بيشتغل ايه؟ apprentice. يبقى ده بيقضي ايه؟ الابرنتسشيب بتاعته، زي بيب ما بدأ الابرنتسشيب عند جو. This place isn't suitable for me، I have an allergy، انا عندي allergy especially in spring، عندي حساسية. يبقى الأوضة dusty، dusty متربة مليانة تراب. We backed her up، backed her up when she complained about working conditions. احنا بنباك هير اب لما بتشتكي من الوركينج كونديشنز. معنى كده ان احنا اجنور بننفض، ولا بانش بنعاقب، ولا ريورد بنكافئ، ولا سبورت بندعم. اكيد بندعمها، بنساندها، اكيد بنساندها. when she complained we considered all factors، يبقى on balance the project has achieved high profits. طب انا عندي on demand وon the other hand وon the other hand وon the one hand. ده انا بقول لك اختار يا عم، يا جدع ده انا بقول لك اختار لو انت عندك فكره بس. we considered all factors، شايف كده we considered all factors، اهي ادي considered all factors. when all factors are taken into consideration، اللي هي مين؟ on balance. انا عندي استعداد ان كل جمله في الامتحان اطلعها لك من الملزمه، من مكانها في الملزمه، والله العظيم ثلاثة يا بنات ويا رجالة. I don't know when the meeting starts، واخدينها في امتحان حصة قبل كده وساعتها قلتوا لي هو الميتنج جدول مواعيد، قلت لك اه جدول مواعيد. طيب سلمى to leave، سلمى to leave. طيب the house as soon as، as soon as she feeds her cat because she has an urgent meeting. البت عندها urgent meeting، عندها اجتماع عاجل. as soon as the present هعمل future. حلو قوي، حلو قوي. مستر ناجي هنا في future will have got to، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها will have got to، اسمها will have to. عارف اسمها ايه؟ will have to. انا في ناس سألوني في السؤال ده وساعتها قلت لكم الجرامر مش هيبقى راكب والمعنى مش هيبقى راكب. بصوا بقى يا حبيبي، مستقبل must will have to، مستقبل must will have to. عارف لو في will have to، سلمى will have to leave the house as soon as she feeds، صح كده؟ هيكون لازم تسيب البيتها will have to، لكن will have got to مفيش حاجة اسمها كده أصلا. فأنا بتنازل وببدأ أقول سلمى has got to، have to تساوي have got to، has to تساوي has got to. يبقى سلمى has got to leave the house as soon as she feeds her cat. وصلت؟ يا ريت تكون وصلت. مفيش حاجة اسمها will have got to، مش حاجة اسمها كده يا جماعة، اسمها will have to. لا تتوقع نجاحا بدون صعوبات، أو سعادة بدون ألم، أو كسبا بدون خسارة. الإجابة طبعا دي عشان ما نقعدش نهري، don't expect success without hardships، happiness without pain، or winning without loss. it's life، take it or leave it، but to live it you should understand it. طيب the moment اللي هي as soon as a win، simple simple نفس اللحظة. طيب as soon as a win present هعمل future،
The moment I have prepared everything for the party, I will contact you. بمجرد ما خلص هتصل بيك. امتحان حصة؟ آه في امتحان حصة. You don't think she is. You don't think she is ill. لما يكون عندي يا جدعان question tag وبقول لك I think أو I don't think، العب على النص الثاني في question tag. ليه؟ هي كده بابا. I think Mr. Nagy is clever. Isn't he? طب I don't think Mr. Nagy is clever. Is he? لأن أنا قلت برا I don't think. ف you don't think she is. كده بقت الجملة اللي جوه بالنسبة لي منفية بوجود don't think اللي برا. فيبقى is she. You shouldn't mix with bad friends. Better alone than in. You don't mix with bad friends. ما تختلطش بناس مش كويسة. Better alone than in. In. طيب. Bad company. مبدئيا bad company هنا معناها صحبة سيئة. في الحالة دي حبيبي لا يمكن اقول ان طبعا. لا يمكن اقول ذا. لا يمكن. لان ذا للتحديد والتخصيص. Better alone than in. A bad company. عارف لو قلت a bad company. A bad company. كده معناها شركة سيئة. ليه؟ لان كلمة company لما تتجمع تبقى companies. فالكلمة accountable جاية من اسم مفرد. والاسم الموصوف المفرد لابد ان يسبق يا اما بايه يا اما بان. والمعنى هنا شركة سيئة. شركات سيئة. لكن لما اجي اقول bad company صحبة سيئة وما بتتجمعش. والاسم الانكاونتبل، الاسم الانكاونتبل ما ينفعش يتحط قبله ولا ايه ولا ايه. هي information. ممكن اقول لك an information فعش. هي advice. ممكن اقول لك an advice ما ينفعش. هي water. ممكن اقول لك a water ما ينفعش. في حاجة اسمها a money ما ينفعش. طب صحبة company. Company. Bad company. Good company. A man is known. A man is known by the company he keeps. المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالف. هنشرح الـ A والـ N على فكرة. هشرحها لكم في فيديو لوحده كده وهزبطها لكم زبطة حلوة قوي. الـ A والـ N والذا. وانا عارف ان ناس كتيرة قوي عايزاها. طيب. مين الـ punctuation صح في دول؟ يا تامر. Have you read Great Expectations by Charles Dickens؟ علامة استفهام طبعا. Which of the following is structurally correct؟ مين الصح في دول؟ When I have finished I will. When the present هعمل future. طب when I had finished I will ما ينفعش. Past perfect مع will ما ينفعش. طب when I have finished I traveled ما ينفعش. طب when I finished I will travel. لا يمكن يا جماعة. ما هي when البريزنت هعمل فيوتشر. وفي when تانية كتير عندنا. ممكن تبقى أخت after past perfect عملت past simple. وممكن تبقى أخت before past simple عملت past perfect. وممكن تبقى مع نفسها as soon as a when simple simple. نفس اللحظة. مين الصح في دول؟ The headmaster said comma يا رامي could you tell me why you don't pay attention to your teacher؟ علامة استفهام. سهلة. Reading widens our horizons. القراءة توسع الأفق. Moreover it enriches our culture. Moreover هنا معناها addition addition addition. قايلينها 30 مرة وفي امتحان الشهر اللي فات. I couldn't put my finger on. I couldn't put my finger on. يعني أنا I couldn't know what it was. مش عارف السبب. زي الواد أورليك اللي فيه something strange but I couldn't put my finger on it what it was. Scientists have discovered permanent liquid water. Permanent يعني دائم. عكس دائم temporary. عكسها ها عكسها يبقى temporary. The protagonist يعني يا مستر نيجي protagonist يعني بطل القصة اللي احنا اتفقنا عليها. Had a heart of stone. Heart of stone ده معناه ايه؟ He was very cruel.
many companies شركات كثيرة cannot be compensated financially زي قناة السويس، قناة السويس والشركة بتاعتنا والمركب اللي اسمها ايفر جيفن اللي بلوك ذا ترافيك، فالناس بتدور على ان اطراف المصرية will be compensated financially تعوض ماليا. The number of casualties جملتين مكررين ورا بعض بشكل فظيع يعني. The number of casualties اللي هي عدد الخسائر او الضحايا. الضحايا is someone who works for an employer for a fixed period of time in order to learn. الابرنتس اللي بيشتغل عند حد. الصبي. The was found guilty of murder مذنب بالقتل after a trial محاولة in a court of law بعد محاولة او محاكمة. محاكمة هنا تدي معنى محاكمة في المحكمة الجنائية. يبقى الكونفكت. الكونفكت المجرم اللي عندنا في القصة ياسمين's winning invention unit 2 والبنت ياسمين يحيى مصطفى الانفنشن بتاعها was sparked by the need for cleaner water in her village. اوريك حاجة احنا حلوين بقى وقاعدين قاعدة حلوة كده مع بعضينا. حلو. هاتلي unit 1 و unit 2. ادي unit 1 وادي unit 2. بص يا امر تعال معايا هنا. هاتلي صفحة 60 اهو. حلو كده. حلو قوي قوي قوي. ده يونت كام يا حبيبي؟ ده يونت 1 او يونت 2. ياسمين يحيى مصطفى اهو. ياسمين's winning invention was sparked by the need for cleaner water in her village. انا مش هتكلم خلاص. انا بطلع لك والله العظيم لو عايزني اطلع لك كل جملة من المنهج ومن الكتاب بس هناخد بقى فيديو 7 ساعات. I nearly jumped out of my skin. Jumped out of my skin يعني ايه jumped out؟ يعني terrified, frightened, مرعوب, خايف. As soon as she returned home she realized. As soon as a win. Simple perfect. Returned she realized انها had left her watch in her office. بمجرد ما ماما وصلت السوبر ماركت اكتشفت ان فلوسها سرقت ولا سرقت. سرقت. طب هنا لما هي وصلت البيت ادركت انها سابت الساعة. فده بست بيرفكت الاول وبعد كده بست سيمبل. بست سيمبل حدث اول تاني اتنين مع بعض. I went to the company and الباست عايز باست تتابع احداث. مت. I haven't seen Mr. عادل the last time we met. ياما جبناها في امتحانات حصص. Since the last time we met. كل الناس كانت تشوف the last time تقولي for the last time. لا يا حبيبي for the last week. For the last week. لكن لو قولك the last time I met يبقى since the last time I met. I for 30 minutes when my friend reached. لما my friend reached. عندي حاجة من اتنين هرمي دول طبعا من وشي لاني الباست عايز باست وبيفور الباست سيمبل عملت باست بيرفكت. استناجي انت بتقول بيفور وهي وين؟ هي اختها هنا حبيبي. طيب had waited باست بيرفكت. had been waiting باست بيرفكت. ده حدث ايه؟ ده حدث اول تم وانتهى وحصل وراء الحدث التاني. لكن ده حدث اول تم واستمر شوية. ودي الشوية ودي الشعراية اللي احنا متفقين ما بينها وما بين الباست بيرفكت وما بين الباست بيرفكت كونتينوس. عداني العيب؟ عداني العيب ولا ايه رأيك؟ افتكر بقى عشان خاطري. طيب she three lessons before she went. طيب before الباست سيمبل عملت باست بيرفكت والباست بيرفكت هنا تم؟ اه تم. had been revising ما عنديش هنا شوية. هل هنا في شوية؟ هل هنا قلت ساعتين اسبوعين شهرين؟ ما حصلش. had revised. I think reading a novel is more interesting than. قبل more interesting than احط much a lot و a bit. بص much a lot و a bit. much more interesting than.
Have you received the reply? Yes, I yesterday. Yes, I received. امتحان حصة. امتحان حصة. طب by next October. By next October. The future perfect. The future perfect. The future perfect. The future perfect. عايز ايه يا عم؟ شباب عشان خاطري بعد نلم نفسنا ونظبط اداء وحياة اللي بينا. حياة اللي بينا. وانا عارف ان انتوا بتحبوني وانتوا تعلموا ان انا مش مقصر وربنا اللي يعلم. I really must buy my mother a present. Inner feeling. مش احنا اتفقنا ان must ليها اربع استخدامات. واحد it's a must to. اتنين strong advice. تلاتة warm invitation. اربعة internal obligation. اللي بتوازي inner feeling. احساس داخلي. Is a state of emotional, physical, mental exhaustion, burnout. I couldn't continue working because I was completely exhausted. Magdi Yaqub, the legendary heart transplant surgeon, has been awarded many prizes locally and globally. لقد منح جراح القلب الأسطوري مجدي يعقوب العديد من الجوائز محليا وعالميا. The new secretary was worried that he wouldn't be able to cope with. يواكب يساير. Doctors and nurses are responsible for the care and well-being of their patients. الرفاهية. تعال اختار اي حاجة تانية كده. والله ما موجود. Congratulations. I heard you have been promoted. مبروك. انا سمعت انك you have been promoted. انك اترقيت لهاير position. What activities can you do? Do activities. والله يا جماعة do activities. Do ايه? Activities. اجيبها لكم من الملزمة. I must leave now. I am supposed to be in the office in half an hour. I'm supposed. عارف suppose? افترض. فانا I'm supposed to be. أنا من المفترض. Don't the new nurse for breaking the machine. It was an accident. بلاش تقل أدبك. بلاش تشتم. بلاش توبخ. Don't scold. Suppose you are dressed for walking. And the rain comes pouring down. Will it clear off any sooner? Because you scold and frown. صح يا جماعة ولا غلط؟ مش دي البوم بتاعت suppose؟ فscold اهي وفراون اهي. She frowned at her son when she found out she hadn't done his homework. Frowned. عبوس الوجه. If you alter the position of the desk. لو غيرت البوزيشن بتاع الديسك there will be more room for the chair. واجب. امتحان حصة. امتحان حصة. كويس حصة. The young man wasn't set free. لم يطلق سراحه. Since علشان he had no proof. انا ما عنديش البروف. مش انا كنت بشك في الواد اورليك بس I still couldn't have the proof. ما عنديش الدليل. ما عنديش الاثبات. الانتنم الانونيمس انا اسف ان انونيمس دونيتد 10000 pounds for our local charity. قلت لك اهم كلمه في النوفل حتى الان بنفاكتور. الكفيل المتبرع فاعل الخير. benefactor. Our hearts were all on spending the weekend. احنا مركزين قوي في ان احنا نقضي الويكند in the country until my brother broke his leg and we had to postpone the trip. Our hearts were all set on. كلنا كنا مركزين وعايزين بس لازم نأجل. Our hearts were all set on. منين دي يا مستر ناجي؟ اقول لك حبيبي منين دي. هتطلع معايا كده. بسم الله. مين ده؟ اقول لك. النوفل. Great expectations. Great expectations. Chapter كام؟ اقول لك. Chapter كام؟ يا فور يا سري. يا فور يا ثري. فين فور؟ اهو. To be worse. يا سبحان الله. اهي.
اهي اهي ماشي يا سيدي. My heart was set on. My heart was set on. طيب هي فين بقى الجملة بتاعتها؟ اهي. My heart was set on. My heart was set on. My heart was set on. ماشي يا جماعة. فين؟ في تشابتر 4 في القصة قدامك اهي. فين الجملة بقى احنا دلوقتي كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. Our hearts were all set on. Spending the weekend in the country until my brother broke his leg and we had to postpone the trip. كان لازم نلغي الرحلة. As I had all along suspected. يشك. He was not a real businessman. He turned out to be a crook. Crook يعني شخص محتال. محتال. يبقى suspect يشك. أوريها لك فين برضو suspect. Suspect أهي. Suspect. Suspect أهي. يشك. في chapter 4 برضو قصة. أعتقد أنا قبل امتحان الشهر قلت لكم ركزوا قوي في القصة يا جماعة عشان أنا هجيبها السنة دي في الشهر ده قصدي كتير. My cousin will have a lot of property. Property in the future. Property يعني ايه؟ Possessions. ممتلكات. ممتلكات. أملاك. أطيار. أوريها لك فين برضو؟ أهي. 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 Property. Property. أهي. Property. 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 اللي هي بص. My grandparents bought house and apartment. قلت لك معناها ايه؟ Property. Property. يعني ايه property؟ يعني ملكية. أطيار. ممتلكات position. I will have two tests. Do a lot of tests. Do tests. أو أجيبها لك من الملزمة؟ خلاص بقى. In order to improve your mental health, you need to take responsibility. Take responsibility. تطورت الرياضة النسائية على مستوى الهواية والاحتراف. Women's sports have developed in amateur and professional levels internationally. Participation of women and girls in sports has increased these days and they achieved a great success. They achieved a great success. الإجابة دي. I felt really frustrated. محبط. And angry with myself when I lost the match. طيب I really felt مش أنا lost the match. يبقى frustrated أكيد يعني. It's important to be aware of the signs of burnout. من الريدنج بالحرف وبالكلمة. I don't like this kind of work because it is stressful. Stressful. Start learning. Start. How about ing? Let's start. تنفع. بس ما يبقاش في علامة استفهام. Have you tried ing? ما ينفعش. يبقى why don't you start? My dad said, بابا قال, from this moment and into the future. اللي هي from now on. من الآن فصاعدا. من الآن فصاعدا. Unity and cooperation. التعاون والاتحاد. Are the necessary qualities. الصفتان الضروريتان. Which we need to succeed in our national projects. اللتان نحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا القومية. National. ما ينفعش دولي بقى. يبقى لازم تبقى قومية. طب ما دي قومية. بس ده التوحد. وانا ما ينفعش توحد. يونيتي. الاتحاد. كل حاجة كده بالراحة كده وانت قاعد في امتحانك. وانا قاعد زيك اهو. Spending. You could. مصدر. Let's. مصدر. Why don't you. مصدر. Have you considered ing. You your composition. It's full of mistakes. يا معفن. يا معفن. It's full of mistakes. يا معفن. يبقى you should have revised. يا معفن. I had a lot of money. I that expensive t-shirt. But I don't like. But I don't like. يبقى أنا كنت أقدر أشتري. بس ما اشتريتش. بمزاجي. يعني اتكلم بقى معايا كده وخليك جدع. Another mobile phone. The one you have is just fine. يا مبذر. يا مبذر. يا مبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم. يبقى you shouldn't have bought another mobile phone. يا مبذر.
I used to sit my desk doing a lot of office work every day. Doing a lot of office work. Office work هنا أعمال مكتبية. حلو؟ فأنا قاعد في أوضة المكتب بتاعتي. يبقى sit at my desk. طب on كده أنت قاعد على المكتب ذات نفسه عشان تذاكر. عشان تذاكر. خلاص؟ ودي موجودة في اليونت وأنا قايل لك عليها برضو في يونت 4 وحطيتها sit at my desk. sit at my desk. بصوا لي كده هنا. بص يا سيدي يونت كام؟ 3 و 4. هتجي كده هنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهي 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 حالا بالا انا طالع لي كنافة انا ما اكلتش وبقالي ساعتين في الشارع. اه يا عم I used to just sit at my desk and worry about it for hours. ده اللي احنا واخدينه. ده اللي احنا واخدينه ومذاكرينه فالمفروض تنفذ. The manager, the meeting because he was. Because he was ماضي. يبقى ماضي must. Had to. Had to postpone the meeting. كان لازم يلغي. A growing number of households. Households have at least one computer. يعني ايه household؟ البيت بدي. مش بدي بقت واحدة من الهاوس هولد أصبحت واحدة من البيت واحدة من الأعضاء العيلة. The people who live together in one house. We should all spread peace. السلام. Because it's the basis of stability. هو أساس التقدم. أساس الاستقرار. الاستقرار أنا آسف. Stability الاستقرار. Peace upon you. Peace السلام على أهل السلام. طب عايز أقول the peace. أنهي. أنهي. كلمة ذا للتحديد والتخصيص. اسمع مني واحفظ يلا. كلمة ذا للتحديد والتخصيص. لما أقول لك the boys of التجمع. The peace of United States of America. It's fake. مثلا هنتحبس طبعا بس الجملة جت على دماغي. The peace of United States of America. السلام بتاع أمريكا سلام على ما تفرق. سلام يا صاحبي. ف we should all spread peace. يجب أن ننشر السلام. You could do this task. You could do. كان بتساوي could. أربع حالات. Offer request. Permission. Suggest. Which of the following doesn't express regret? Doesn't express regret? طيب. I should have revised. أنا معفن. I regret not revising. أنا هي regret هو أصلاً يعني. I'm sorry for not revising. عايز إيه عم؟ مش كل ده regret. طب I should revise. ده advice. ده advice. طيب مين ال punctuation صح هنا؟ I want to tell you now. However هي نقطة. Capital. Comma. All will be revealed tomorrow at midday. مين اللي بيعبر عن possibility في دول؟ يعني إيه possibility؟ يعني إمكانية. يعني احتمالية. I must have taken. ده استنتاج مؤكد. I should have taken. أنا معفن. I needn't have taken. ده I needn't have taken. ما كنتش محتاج. بس يلا مش هيخص. طب I could have taken. كنت أقدر. كنت أقدر أخذ القطر الباكر. يبقى ده possibility ولا مش possibility؟ ده possibility. Don't worry. Your phone. Your phone. By tomorrow morning. مستقبل. مستقبل تام. Future perfect. Will have been fixed. مش في باي اهو باسيف وي اكتف. لو ويل هاف فيكسد يبقى التليفون هيصلح. هيصلح. جرامبي معناها ايه؟ معناها فيوريوس غاضب. طيب انليس ان يو از فاوند تو كنترول ترافيك ابروتش. ودي الجمل بتاعت امتحان السنه اللي فاتت اللي انا وريتها لكم في الحصص. ذا يونجست سان يوزوالي هاز ا سبيشال بليس ان ذا هارت. وي نيد تو find a replacement. Find a replacement for none. A well has been dug a 20 meter well. بئر العشرون مترا. المدة او المسافة او الطول او الارتفاع لما يجي قبل الاسم اصبح صفة. والصفة في الانجليش لا تجمع. A 5 minute break a 20 meter well. وانا موريها لكم. William Shakespeare was a pioneer in English literature. الأدب الإنجليزي.
English literature. لكن عشان أقول the English literature of William Shakespeare is more interesting than the English literature of William Wordsworth مثلا. أنا بتكلم عن الأدب الإنجليزي English literature. أولا English ما بيجيش قبلها ذا. I study English صح؟ ولا the English I study English ولا the English I study English. يبقى English literature كلمة ذا للتحديد والتخصيص. مين الجملة اللي عايزة في الستوب؟ Why عايزة علامة استفهام. What a fashionable dress عايزة علامة تعجب. How great عايزة علامة تعجب. يبقى she wondered where I had hidden the documents عايزة في الستوب. جملة بدأ بشي. مين الجملة اللي مش complete في دول؟ مين الجملة اللي مش صح؟ طيب مش كاملة. The chef cooked the lunch صح. The bus broke down الأوتوبيس اتعطل صح. The house collapsed البيت انهار البيت انهار صح. خلاص يبقى هي دي he uninjured هو لم يصيب. فين المفعول بقى اللي لم يصيبه؟ ناقصة جملة ناقصة. كل شهر وانتوا طيبين يا حلوين يا طعمين عشان خاطري وحياة أبوك وأمك وغلاوتنا بقى مع بعض وتعبنا تلم نفسك وتذاكر وتجمع امتحاناتك بتاعة الحصص وتجمع امتحاناتك بتاعة الشهور اللي هم تلاتة وداخلين على الرابع بإذن الله تعالى عن قريب وتبدأ تفهم كل جزئية متقالة جوه جملة احنا بنحلها مع بعض سواء في الكتاب كهومورك كويس حصة امتحان شهر. أشوفكم على خير وكل شهر وانتوا طيبين. باي سلام.